مرحبا بكم في هذا العدد الجديد تاع عرض ضاو عليها الكلام. هذا الاسبوع راح نعاود نولو لبسكرة، تلك الواحة البديعة، لؤلؤة افريقيا البراقة المعروفة باسم عروس الزيبان. مرحبا بكم في بوابة الصحراء، ولاية بسكرة. شكون من لميا، شمع، نوى، شفيقة راح تكون الفائزة تاع هذا الاسبوع، وعند من راح تكون عرض ضاو عليها الكلام؟ كما شفتوا في بداية الأسبوع، العرضة الأولى كانت عند شامة. المنيو كان شباب ميلينات شوية. اليوم حبيت نفاجئ ضيافي بحاجة اللي ما نديروهاش دايما هنا في بسكرة، اللي هو الحوت. خيرت لهم دي بلا بالحوت سردين. لو بخومي بلا مع شامة راح يكون بالحوت بالسردين. إن شاء الله يعجبوهم لي بلا اللي حضرتهم لهم ويروحوا فرحانين من عندنا. باش نربح شوية تاع الوقت نكمل الحبات هذو تاع الحوت. كيما هكا نديرهم رون في المقلة، يجي ديكور تاعهم شباب. وما عليا غير نحطهم فوق النار يتقلاو والبلان تاعي يكون واجد. واش راح دير شهما بالسردين؟ هذا واش راح نكتشفوا شويه هكا. درك راني مع الدوزيام بلا، درت لي بولات تاع سردين مع الروز. الوقت راهو ما بقاش، خلاص خاصني نزرب شويه لي بولات. هذو درت سردين رحيتو ودرت له شويه تاع الروز لي زيبيس، شويه تاع المعدن. سي بون دركا كلش واجد، مازال غير لي بلا الاخرين دوك نكملهم. يعطيك الصحه شمع، ولي كونديدا تاعنا راهم متحمسين وراهم عند الباب. مرحبا بكم عند شمع. مرحبا بكم، ان شاء الله تكون عجبتكم الميدة وتكون عجبتكم لي بلا كامل اللي حضرناهم اليوم. راكي مشاهيتنا بالكولار وبالروايح بصحتكم. تفضلوا. هي ما شاء الله يعيشك بصحتكم. خممت فيكم، قلت بالك كاينه واحده ما تحبش الحوت ولا حاجه، درت لها شويه تاع الكباب بالدجاج. ان شاء الله مع شما خير واختار. اللي ما يحبش الحوت كاين الدجاج، اللي ما يحبش الدجاج كاين الحوت. باش نبداو، نبداو بالكباب. لا مرحبا بكم، نتمنى شعار تذوقوا كامل لي بلا اللي درناهم. لميا عجبتها لوبسيون تاع لو شوا. واش رايك في الطاجين تاع الجاج؟ دارت لنا معاه البلا تاع السردين. انا ما نحبش السردين، هذا علاش ما قدرتش نذوقه، بصح شكله كان يشهي ما شاء الله. والمزيه دارت الكباب، كان في القمه ما شاء الله، بنين ما خصاتو حتى حاجه. والكباب ثاني عجبتني، لصوص تاعها بنين في البنه بعد بنين. بركه وطيبته في صوص بلونش، زدت له الشامبينيون، قليت البطاطا ودرت هذه وزدت خليتها في لاصوص هذيك شويه. صافي ما ديريش لاصوص ياسر. لا لا غير قيس قيس بس، ما يطيب الدجاج بركه وتولي لاصوص هذيك عاقده. ما كان شويه تاع المعدنوس مع القاص دايما. ديريش الحمص. سي كنت راح ندير الحمص، بعد قلت اوليو ندير الحمص درت الشامبينيون. الشامبينيون غير بالحمص، هو الكباب يجي بالحمص. الحمص انا اوليو باش ندير الحمص درت شامبينيون. مرحبا بصحتكم، يسلمك ربي يوفقك. كلوا الحميص. الحميص راني درته لكم اليوم بالفلفل الوان اصفر. الحميص وحده والحوت وحده. واش رايك شفيقه؟ كما العاده ما عجبهاش الحال. هذا زيت بلا على جال، تعود وحده فينا ما تاكلش الحوت. هذه فكره مليحه يعني، يعني معاها فيها صاحبه يعني، باش يجي الدجاج كباب مع لي بلا الحوت ما يجيش. تفضلي كوني معانا، علاش ما كيش تاكلي. لا بروميير نوت تاع هذا الاسبوع راح تجينا من عند لميا. نعطيها 7. لا دوزيام نوت خالتي نوا، تستاهل هي 10 من 10 وإحنا نعطوها 9 من 10. لا ديرنيير نوت راح تجينا من عند شفيقة، وعندي إحساس باللي مش راح ترحمها. شحال مدلها نقطة؟ مدلها 5. العرض الزوجة كانت عند خالتي نوا، ضيافنا كلاوزها وفي لافا داروا عليها. نهزو نقليه. دركا نحطو لهنا باش نقصو. ها
خليته دوكا قليته باش يحمر باش يعود اللون نتاعو يعطي المنظر مليح. دوكا كي دوكا راني قصيته دوكا نحطو كيما هكذا. دوكا الطبق تاعي راه واجد. عندي إحساس بلي هذا الطبق راح ينال إعجاب المتنافسات. هي راهي الشكل تاعو راهو شاهي وريحته سبقاه. تفضلوا دار داركم. أنا نسربي لكم بقى بس حنا نبدا بروحي. المؤمن يبدا بنفسه. هذاك هو. والرولي باش حشيتيه من الداخل؟ السكالوب ودويته. ما درتيش فرماج لداخل ولا؟ اه. كيما سمعتوا. واللي بولات نفس الدواء. نفس الدواء. بديت بروحي وراح ناكل انا الاخر. هذه ما اللي سربي الماكله هو اللي بغيت الاخر. هذه المره الجايه من ما نخليهاش تسبقني. يعطيك الصحه. الصحه بنين. يعطيك الصحه بنين. جو ديروا المرقه ديروا لها القارص باش تجيك تعطيكم طعم مليح. انا توجور القارص كاين. في الماكله كامل لازم اصلا كامل لازم ندير القارص وكما قالت لميا لي صوص بلونش كامل تلاق لهم القارص يزيد لهم بالنار لو بلا برينسيبال في الطابله عجبها شمع وفي الكاميرا ما عجبهاش. انا عجبني حاجه واحده كنت امون افي كنت درتو لي بولات درتوهم فيون داشي تكسروا شويه لوغو تاع الدجاج ولا درتي دي مورسو تاع الدجاج خير مع الرولي جو ساسوا لي بول تاع الفيون داشي ولا دي مورسو تاع الدجاج يكون هايل ابارسا. يعني يعطيك الصحه بنين انا عجبني. يعني الدوزين تاع الرولي جامله لي بولات تاع حمار تاع الرولي جا مليح. نعطيها الصحه في الرولي. نديرو في لاصوص باش يطفوا البن. صافي رولي تاعو لحتي في لاصوص زدتو في حاجه هكا طويله صح باش البن كل تدخل له. ايه بشي تشرب مع لي بولات. هي مع لي بولات هي. بروميير نوت من عند لميا. على هذا نعطيها 5. لا دوزيام نوت شفيقة. على لي بلا اللي درتهم لها نمد لها 5. لا ديرنيير نوت شمع. نعطيك 6 بوان. 6/10. Notre troisième candidate هذا الأسبوع كانت شفيقة والعرضة كانت في القمة. لي صالي جينواز ولي صالي بالباط بالديول والحم وفرماج وهذو صالي ثاني بالفرماج وزيتون وهذو لي صالي جايين على هذاك المطرق تاع الشوا بالباط فيتي وفر ودجاج وفلفل حلو وطماطم. ودوكا نزيد نوجد لي هذو مقطرون بالزيت نزيد نكملهم. اشكال غريبه وديكور شباب بزاف. واحد ما يكذبش لي سالي راهم يبانو يشهوا. ان شاء الله برك البنه تكون في المواعيد. اللي راني وجدتها فدرت لها الفرماج مايونيز وشويه هريسه فلفل الكحل بيت ننوع لهم من كل حاجه باش يشوفوا الديكور ولا وان شاء الله يعجبوهم. عجبتني هذه الفكره تاع الصوصات كلاسي سالي. راهو بدا يخشن اللعب وبدا الابداع. اسكيمو سالي جامي سمعت بها في حياتي. نكمل هذو اللي بقاولي وما بقاليش الوقت بس نزيد نكمل الاطباق الاخرى. الله يبارك. هذا الشيء كاع غير لونطري ومازال المنيو طويل. دوكا راني كملت لي صالي تاعي ونزيد نكمل الطبق الثاني باش ما بقاليش الوقت. نديرو لاصوص تاعو وهذا درت السكالوب حشيتو بالفرماج والسلق. السلق راهو مرحى راك يا مديره كلشي مرحى. ولا الاخر
هذو اللي كبيس واش درتي لهم بين حاجه من الفوق درتهم الفلفل الاحمر بارد درتهم في البيض وشابلور ديريه تقليه ما فهمتش انا ما عنديش ذوق في الاطباق الخليجيه ولا كيما كليتهاش قبل ما مش معجبنيش الرز كان فيه بنه الزنجبيل قويه وكان ناشف لوبيا مرشو ثاني درتها فارسي وحشيتها باللحم مرحي ثاني الروز يعني اللي دارتهم كل ملاح بصح شويه قاسي سمحنا ديما نديروا لوبيا مرشو يعني في طريقه عاديه حبيت نبدل الطريقه تاعها و اوكي لميا يعني اظنويه اللوبيا مرشتو درت لنا طبق مرشتو محشي باللحم يعني بنين هذاك مرشتو باللحم مليح بنين هايل فقط مسوس والباقي كل شيء يعني ما شاء الله درت حوايج ما شاء الله دوك تفضلوا معايا التحليه لنا طاب شويه شويه ونحلوا فريمون يعطيك الصحه شفيقه وكي تهضر شفيقه تحس في عينيها راهي تقول لهم اليوم نوري لكم واش حاب يقول الطياب لا بروميير نوت راح تجينا من عند لميا على هذا نديلها 8 ونص على 10 8 نقاط ونص لا دوزيام نوت شمع وراني نشم في ريحه الانتقام انا شفيقه سامحيني نحب نكون مت عليك وراح نعطيك 7 كي حبك ليها اكثر من 7 و100 لو كان عطيتي لها 9 ولا 8 ماشي 7 لا ديرنيير نوت راح تجينا من عند خالتي نوا 6 وكما شفتوا البارح نوتخ ديرنيير كانديدات تاع الاسبوع كانت لميا نطفو عليها بعد واش شفنا البارح مع شفيقه المهمه راح تكون بزاف صعيبه على لميا ولونتخي راح تكون فيها اون سوب بصح واش فيها نجدوا لضيافنا اللي راهم جايين ان شاء الله تعجبهم هاي تبان مليحه لا سوب هذه درتها بالخضره درت البطاطا ودرت اللفت ودرت الجريوات والسنارية والبصل والثوم والزيبيس تاع الشوربه الفلفل الكحل والقرفه وراس الحانوت الشوربه نتاعنا دوك راهي واجده نفوتوا لي بلان ان شاء الله اللي مازالوا هيا نروحوا نشوفوا واش كاين في لا سويت وراي في الكوشه نشوفوا لي بلان تاعنا كان وجد هاي راهو بيان نخرجوه نحطوه ونبداو نديكوريو فيه ان شاء الله نديرو له الديكور بالقارص ان شاء الله يعجبكم واش درتيها فورت البطاطا نص طياب ما درتهاش طايبه كامل وقليت اللحم مرحي مع البصل وقرفه تجور مع اللحم مرحي تتبعوا طاجين جبن يا لميا الفيون داشي ما نحكي لكش عليه ما فيه لي راني ناكل في لي زيبيس مانيش ناكل في اللحم خلاص كل تتبيله انا حبيت شويه في التوابل ممكن ما كانش لوغو تاع اللحم ممكن كانش لوغو تاع اللحم راني ناكل في توابل معليش لو بلا د ريزيستانس ما عجبش الشامة بعد ما داقت البطاطا الشامة ما قدرتش تشد في قلبها قالتها لها في وجهها عجبني الديكور تاعها بصح اللحم اللي دارته مرحي شوية جا بنتو دجاج مرحي من يعني من كثرة لي زيبيس داوات ياسر بلي زيبيس يعني شما شغل قالت لها مازال كي صغيره ومازال تزيدي تتعلمي معليش نوا واش رايك في لو بلا تاع البطاطا يعني عجبتني الحق عجبتني بنينه ما شاء الله السليلات هذو ثاني راهو مش مخبي في وسط لا طريقه مبدله واش كيدا حشيتو من الداخل غير مشتو صوتي هذا ما كان حبي لها بهذيك الفرشيطه شاما قسمت السله هذيك تاع اللوبيا ماشطو ضربه واحده وهذا وين فهمت باللي السله هذيك تنتكل بصح شاما ما حبش تاكلها واش رايك شاما الماشطو اللي درتيها هذيك العجينه تاع البقلاوه كما قلتي بقلاوه مالحه ثاني كيف نيه ويابسه
كيما تحبي، تحبي ديري ماكا محشين باللي فروي بلا باداموند وديري لتحت الشاميه. لا بروميير نوت راح تجينا من عند نوا اللي قلبها كبير بصح كي تلحق لي نوت تتبدل العقليه. على هذا نمدلها نقطه 5. لا دوزيام نوت شفيقه نمدلها 5. اي انفان شمع نعطي لك 5. كيف كيف 5 نقاط. شويه هكذا راح نعرفوا شكون من لميا شمع نوا شفيقة شكون فيهم كانت عندها عرضة وعليها الكلام. نوصلنا الختام تاع العرضات وختام الحصة هذه، والله صافي بليزير، عقبنا 4 أيام هبال هايلين. أنا راني نخدم في غدوة زعما تخلي راني معرضة في بلاصة واحدة أخرى، لقيت خلاص العرضات كامل درك على عقبتها. هايلة ويعطيكم الصحة. يعني جازوا أيامات هايلين هايلين هايلين، استفدنا من التجربة هذه. أنا فورما استفدت ياسر، تعرفت عليكم على طريقتكم في تحضير الاكلات، طريقه هكا شغل تقليدي العصري خليجي، الاذواق كامل في 4 ايام هذه رانا ذوقناها، الاشكال كامل شفناها، الاصناف كلها، يعني ما شاء الله. انا ثاني استفدت منها وتعرفت عليكم، وكنتوا ناس ما شاء الله. الله يسلمك. كلكم ناس طيبين. اي شكرا يا. بس ما تكونش هذه الاخرى لازم. لا لا ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. كانت اطباعكم ثاني كل هاي، يعطيكم الصحه على المجهودات اللي درتوها. وان شاء الله نتلاقاو فرصه واحده اخرى. ان شاء الله. يا ربي. انا ثاني عجبتني الحصه هذه وتعرفت عليكم وعجبني الحظ، عجبني جبتوني كامل العجله ما عرفت خير. ان شاء الله ان شاء الله قبل خطره ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ربي يلمنا على الخير يا ربي. وبركه كامل الجميع، بركه كامل، نسافروا نسافروا لهنا ونقراوا الاسم. بسم الله. الاسم يعني نقول لكم في ساعه ولا نخمم شويه ولا نخليها للسربريز ولا نخلي الغدوه؟ نخلي الغدوه. لا لا دركا الفائزه هي شيف سيده. شكون فينا سيده؟ اللي هي سيده شفيقه، نقولها الف مبروك. مبروك هذا الشعور لا يوصف كي ربحت انا وتعبي ما راحش خساره، يعني فرحة فرحة. نهدي لزوجي هو اللي يوقف معايا، وطفلتي خوت الزوج تاعي ثاني وقفت معايا، ويعطيهم الصحة كل اللي يوقفوا معايا. ومن هذا المنبر نكرم زوجي يعني اللي يوقف معايا في كلش. تجربة هايلة، حتى هو معاه تعب وسهر والقلقة وكلش بصح. الحصة دي كانت ما شاء الله، وتجربة يعني الواحد في حياته دارها، وننصح كل واحد يشارك فيها، يعني تجربة مليحة ومنها واحد يتعرف على ليكيب اللي معايا. نشكر الحصة هذه عرضوا عليها الكلام، ونشكر ليكيب اللي راهو وراها يخدم، يعطيهم الصحة حتى ما تعبوا معانا. وشكر جزيلا جزيلا الحصة هذه عرضوا عليها الكلام، صح عرضوا عليها الكلام. ألف مبروك ان شاء الله. نشوفك كذا لقطه اخرى ان شاء الله. الله يا ربي يعطيك الصحه ان شاء الله. هذا بفضلكم انتما ثاني اللي خليتوني نفوز بهذا. ألف مبروك تستاهلي تستاهلي تستاهلي. يعطيكم الصحه كل، ونشكركم كامل، ونشكر ونشكر زوجي اللي وقف معايا يعطيه الصحه. ونشكر الحصة، ونشكر طاقم الحصة، ونشكر أهلي وولادي و... يعطيكم الصحة اللي تبعتونا. نتلاقاو الأسبوع الجاي إن شاء الله افيك دو نوفو كونديدا. تبقاو على خير.